السلام عليكم. نكمل بالبارت الآخر من المحاضرة مات الأورجين أوف ذا جاميتس، وراح نجي إلى تو باثوي من خلالها أنا أقدر أسوي السبرماتوجينيسيس. تمام، أنا عندي بالحالة الطبيعية عندي تو باثوي. شنو هاي تو باثوي؟ أقسم السبرماتوجينيسيس إلى عمليتين. شنو هاي العمليتين؟ على ما تعتمد؟ تعتمد على نوعين من الخلايا. أول نوع من الخلايا هو عبارة عن خلية أساسية، هاي اسميها بالستيم سيل. هذه الستيم سيل هي تكون خلية غير متمايزة أصلاً. تمام، وين موجودة؟ موجودة داير ما داير التيوبيول، تذكرون من قلت لكم بيها بالبارت الأول، هذا التيوبيول، فهي موجودة داير ما داير هنا. هذا عبارة عن خلايا غير متمايزة أصلاً، غير نشطة. تمام، هذا شو تكون طبيعتها؟ راح طبيعتها تكون continuous dividing، يعني تستمر بالانقسام، دائما تبقى تنقسم، أبد ما توقف. تمام، هذه الاستمسار شو سميها؟ سميها بالتايب A سبرماتوغونيا. تايب A سبرماتوغونيا وين تصير؟ تصير هنا داير ما داير التيوبيول، أوكي، هاي المناطق تايب A سبرماتوغونيا. هذه تايب A سبرماتوغونيا إيش بيها؟ راح تنقسم. إيش تنطيني؟ هاي تايب A، إيش تنطيني؟ تنطيني نوعين من الخلايا، نوع آخر أسميه A نفس هذا، ونوع B اللي هنا. تمام، تمام. هذا نوع A مو يشبه هاي الأي الثانية، فراح يرجع هم يشتغل نفس الشغل هذا، هم يجي وينقسم إلى اثنين A و B، وهذا الـ A هم نفس أخته أمه كبيرة، هم راح يرجع ينطيني A و B وهكذا إلى آخره. هاي مسيرة الـ A، لذلك يسمونها شنو؟ هو stem cell continuous dividing، يعني تستمر بالانقسام. شكو A تستمر بالانقسام، هذه أول نوع. زين، النوع الثاني اللي هو B، نوع B. زين، شنو هذا نوع B؟ هذا نوع B يمشي، شنطيني؟ ينطيني برايمري سبيرماتوغونيا، والبرايمري سبيرماتوغونيا تمشي شنطيني سكندري سبيرماتوغونيا. تمام، وهاي سكندري سبيرماتوغونيا تمشي تطيني سبيرم. طخت هسه لحد الآن السالفة. فالبي هي اللي تكون مسؤولة عن تكوين السبيرمات، بينما الأي لا، هي تبقى مثل المصنع، دائما تبقى تتقسم على متطيني أي وبي أي وبي أي وبي. أوكي، هذا اللي التو باثوي. فأول باثوي قلنا هي عبارة عن خلايا يعني تستمر بالانقسام. الباثوي الثاني اللي هو differentiated during progressive mitotic cell become type B spermatogonia، يعني البي تنطيني spermatogonia عن طريق شنو؟ عن طريق سلسلة من الانقسامات mitotic cycle. تمام، اللي هو انقسام الاحتيادي. زين، شنو راح يصير هاي العملية؟ خلنا ناخذ فد مقدمة عنها. هذا الكلام اللي موجود هنا نفس اللي قلت لكم به. زين، أنا هسه إيش عندي؟ عندي هنا بهذا الشكل عندي هاي برايمورديال جيرم سيل. هاي برايمورديال جيرم سيل وين صايرة؟ مو هذا التيوبيول اللي مساعة خدناه بالصورة النسيجية، صاير هنا. تمام، بهذا الشكل داير ما داير. زين، هذا البرايمورديال جيرم سيل شو تكون؟ يكون ثنائية المجموعة الكروموسومية. أوكي، هذا إيش راح يصير بيها؟ هذا راح تتمايز، يصير بيها ديفرانشيشن. شو نسميها؟ نسميها تايب A سبرماتوغونيا. شلون يصير تايب A سبرماتوغونيا؟ بفعل التستوستيرون اللي قلت لكم جاء منين؟ من الليدك سيل، واتصل بالأندروجين بندق بروتين اللي طببه للداخل، فحول البرايمورديال جيرم سيل من إلى تايب A سبرماتوغونيا. حلو، هاي تايب A سبرماتوغونيا شو بتكون؟ تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية. بس شنو فرق؟ فرق أنه هي جاهز للديفرانشيشن، فراح تمر بعملية انقسام داخلي أو تضاعف replication للدي ان اي، تتحول من ثنائية المجموعة الكروموسومية إلى رباعية المجموعة الكروموسومية، تهيئا لانقسام اعتيادي مو اختزالي، اعتيادي. تمام، تهيئا إلى الميتوسيس، انقسام اعتيادي. هذا الانقسام الاعتيادي مال التايب A سبرماتوغونيا ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني خليتين، واحدة تايب A اللي هي نفس اختها امها العفو، واللي راح تشتغل نفس شغلها، والنوع الثاني اللي هو تايب B. الثنائي يكون ثنائي المجموعة الكروموسومية، لأن هو اللي قبل رباعي فانقسمناها نصين صارت اثنين باثنين. أوكي، لحد الآن هسه هذه بالله شغلها ما العلاقة بي، قلت لكم نفس الأي ويرجع وكذا. نجي للتايب بي. تايب بي إيش راح يصير بي؟ هذا هاي إجت السبرماتوغونيا تايب بي، هذه راح يصير بيها عملية تضاعف. عملية تضاعف راح يصير بيها، تضاعف نفسها انقسام اعتيادي هواي هواي، يعني من كل وحدة تنطيني 64 خلية، كل وحدة تضاعف تضاعف تعطينا 64 وحدة. تمام، شو اسميهن؟ اسميهن بال ان السبرماتوغونيا تايب بي، بس شنو هو؟ قبل لا تصير برايمري،
يعني هاي هذا هاي الفتره هي فتره تحضير اوكي، تنقسم تعطينا 64 وحده، بس ال 64 تكون مرتبطات مع بعضهن بجسور او سايتوبلازميه، سايتوبلازم ريج او ريج اوف ذا سايتوبلازم، نفس الشيء سايتوبلازمال بلازمال بلازميك ريج اوكي. هنا مثل ما تلاحظون فصارت عندي 64 وحده، حلو خلصنا من هاي. هذه اللي هي سبرماتوغون اللي تكون 64 وحده واللي مرتبطه جسور بلازميه، كل وحده من عين ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها بري فيس او بريبرتي فيس، بريبرتي مايتوسيس تمام، يعني قبل الانقسام، راح يصير بيها قبل الانقسام فد طور تهيئي. بهذا الطور التهيئي ايش راح يصير؟ شكو هي مو اثنين دي ان اي، اثنين ثنائية المجموعة الكروموسومية، راح تتضاعف شو تصير رباعية المجموعة الكروموسومية. من صارت رباعية المجموعة شو اسميها؟ برايمري، برايمري سبيرماتوغوني. زين هاي البرايمري سبيرماتوغوني ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها انقسام اختزالي اول، مايوسيس 1 انقسام اختزالي اول. هذا الانقسام الاختزالي الاول ايش راح يسوي لي؟ راح يقسم لي هاي الخلايا المن، هاي الخلايا البرايمري راح يقسمها الى سكندري سبيرماتوسايت. البرايمري سبيرماتوسايت راح تتحول الى سكندري سبيرماتوسايت، هم تبقى بيها جسور بلازميه سايتوبلازميه تمام. بس شو تصير؟ تصير هابلويد. شو تصير؟ هابلويد. شنو هابلويد وشنو 2 ان؟ حسن شنو هابلويد وشنو 2 ان؟ الهابلويد معناه احادي المجموعه الكروموسوميه، بس 2 اي معناها عندي 2 كروموسومات هيك يعني. شوفوا هاي واحد ازرق وواحد احمر، طخت السالفه. هسه هذه هنا جد بيها اربع خطوط، اربع اكسات، شوف اربع خطوط فور ان تمام. كلمه دابلويد، دابلويد معناها شنو؟ معناها شنو هو؟ بس واحد من ذني، يعني اثنين خطوط، اثنين سبيرماتيدات اوكي. كلمه اربعه، العفو، دابلويد، دايبلويد هيك شيء بالاي، دايبلويد نفس هاي الكلمه، معناها اربع خطوط. وضحت الفرق هسه؟ شنو هو؟ ايش قلنا؟ 2 ان معناها اثنين خطوط بالداخل اوكي، 4 ان معناها شنو هو؟ معناها اربع خطوط بالداخل. زين دايبلويد ثنائي المجموعه الكروموسوميه تمام، الكروموسومات واحد والجسمه واحد اوكي. هابلويد احادي المجموعه الكروموسوميه، احادي المجموعه الكروموسوميه يعني شايل صفات مال ذكر بس، هاي اللي قصده بيها. الاثنين اي و اثنين ان واربع ان هو عدد ذني شو اسمه الكروموسومات، ايش قد ايش كم سبرماتيد موجود هيك شيء اوكي. فالمهم البرايمري، برايمري سبرماتوسايت راح يصير بيها انقسام بداخلها، شو تعطيني؟ ريبليكيشن، تعطيني 4 ان وتكون دايبلويد اكيد. زين ثنائيه المجموعه تمر بانقسام اختزالي اول، راح يحولها من البرايمري للسكندري. الانقسام الاختزالي الاول شو يسوي؟ يهدف الى جعل عدد الكروموسومات نصفها، نصف الطبيعي، فهي دايبلويد. ايش راح يصير؟ راح يصير هايبلويد احاديه المجموعه، بس ايش تبقى؟ تبقى اثنين بها خطين من الكروموسومات، شوفوا زوجين من الكروماتيدات، لذلك اسميها بالثنين ان. المهم هاي السكندري ايش بيها؟ ايش راح يصير بيها؟ راح تمر بانقسام اختزالي ثاني، فهي مو اثنين ان يعني بها خطين هيك شيء بالداخل، راح يصير خط واحد، راح يصير خط واحد، هاي سكندري مو؟ هاي من صارت خط واحد يسميها؟ سميها بالسبيرماتيد اوكي. هذا السبيرماتيد ايش راح يصير بيه بعدين؟ راح تنفصل الجسور البلازميه مالته ويتحول الى شو اسمه اماتشور سبيرم. هاي السبيرم راح يصير بيه بعدين ماتشوريشن وتطلع قبل تروح لاهلها. زين هاي العمليه، هاي العمليه كليتها، شوفوا هاي كليتها. ايش تتخيل لي؟ اريدك تتخيل لي انه هذا هسه عباره عن تيوب اوكي، وهذا التيوب الـ يعني هاي عباره عن طبقات من الخلايا، وهنا صاير الهالو مالته. شنو الهالو؟ يعني الانبوب اللي يفوت بيه شو اسمه، يعني هذا القطر ما له علاقه به، هذا كله ما هذا بخلايا هذا ما له علاقه به. هذا هنا هو هنا الجريان، يصير هنا جريان اوكي. فكل هاي الامور هنا نفس هاي الصوره اللي قلت لكم بيها، هنا موجوده تايب اي، تايب اي راح يصير تايب بي، تايب بي راح يصير برايمري، برايمري راح يصير سكندري، سكندري راح يصير سبيرماتيد، والسبيرماتيد وين يوقع؟ يوقع هنا باليومن ويمشي بال سيمينيفرس تيوبيولز، هذا اللي
أريد أشرح لكم عاليا. زين الأعداد شلون تكون؟ قلت لكم أنا قلت لكم تايب بي ما راح تظل تتقسم بيناتها، راح تعطيني 64 وحدة. أوكي هذه 64 شبيها راح تنقسم إلى انقسام كل وحدة من ذني، من ذني 64 راح تنقسم تعطيني 2 مثل ما تلاحظون 2 مو هيجي، ف 64 في 2 128 تمام. فالحد الآن صار عندي 128 وحدة، هاي 128 هم كل وحدة منها راح تعطيني 2 ف 128 في 2 ايش تعطيني 256. فإذا أنا كل وحدة من التايب بي متنقسم تنقسم جت تعطيني من التايب أي العفو تنقسم جت تعطيني 256 سبرماتيدة. أوكي هاي العدد قدامكم موجود، وذني نفس اللي قلت لكم بهن كليتين. شو يقول هنا؟ يقول لأنه بين انقسام الاختزال الأول والانقسام الاختزال الثاني ماكو فد طور أقدر أضاعف به الكروموسومات إلى ضعفها، يعني نسويها 4N أو دايبلويد. يعني لو لاحظتوا هنا قبل لا سويت انقسام هاي ثنائية المجموعة كروموسومية سويتها رباعية، يلا سويت انقسام. ولو تلاحظون هم هنا قبل لا أسوي البرايمري حولها إلى سكندري سويت تاني هاي رباعية، هي كانت ثنائية سويتها رباعية يلا سويت انقسام. بينما هاي الثنائية سكندري السكندري ما سويتها رباعية يلا قسمتها، بقيتها ثنائية وقسمتها فصارت واحد بواحد. فش يقول لك؟ يقول لك ليش جاك سؤال ليش انه السبيرما او السبيرماتيد تكون احاديه مجموعه كروموسوميه؟ تقول له لانه قبل الانقسام الاختزال الثاني ماكو فد بريبراتوري فيز يؤدي الى تضاعف السبيرماتيدات، يعني ماكو اس فيس يسمونه دي ان اي ستانيسيس. اوكي على مود اني اضاعف عدد الكروموسومات فلذلك صارت هابلويد. هسه هذه خلصنا من عدها، وهذه هم نفسها ما بيها شيء. هنا بس قلت لكم انه وانس سبيرماتوزو ار برديوس ذا سيتوبلازميك بريدج راح يصير بي بريك داون هذا البريدج اللي قلت لكم الجسر تمام، والسبيرم ار ريليز انتو ذا اليومن تدخل لليومن. اوكي تو ذا ريتيتس باي فلويد سيكريتد فروم ذا سيرول السيرتولس راح تفرز في الفلويد، هذا الفلويد راح يدفع لي السبيرما خليها تسبح وتدفع لي اياها لحد ما يوصلها للريتيتس، ومن الريتيتس للابيديديمس هذا نفسهم. نجي نكمل بعمليه سبيرماتوجينيسيس. يقول هي عبارة عن شنو؟ عن series of the change resulting in the transformation of the spermatid to the spermatozoa. spermatid اللي مساء حصلته من الانقسام مالت من مالت secondary spermatocyte المنح حول spermatozoa. يقول during spermatogenesis the spermatid are transformed into spermatozoa. هاي نذر بيها زين. يقول the spermatid can be distinguished by their small size. شلون أنا أعرف spermatid؟ spermatid يكون حجمه صغير تمام، والنيوكليي مالته تمام تكون كوندست كروماتين يعني تكون بها ثخين تمام. خلنا نجي هنا شوف لي هسه هنا قلت لكم انا ملاحظه قلت لكم انه كل ما ادينا له هنا كل ما قل الحجم مات الخليه تمام، كل ما زادت انقسامات الخليه كل ما قل حجمها. يعني تايب اي تكون كبيره الحجم، تايب بي تكون اصغر من عندها، البرايمري تكون اصغر، السكندري تكون اصغر، السبرماتيد تكون اصغر، والسبرما تكون اصغر تمام بهذا الحجم بهذا الشكل. وش تكون؟ تكون السبرماتيده شو يقول لك؟ يقول لك انه تكون شو اسمه شلون اقدر اميزها؟ اول شيء تكون سمول سايز، والنيوكليي مالتها شو تكون؟ يكون كوندست. يعني شنو هو؟ يعني تكون مثخنه، الكروماتين مالتها متثخن صاير كوندست. اوكي زين. يقول their position within the seminiferous tubules is close to the lumen، والمكان مات الكروماتيد يكون قريب على اليومن. اوكي على مود بعدين هنا يعني هنا صاير على مود بعدين يتحول الى سبيرما، والسبيرما تطيح باليومن وتوديها للريتيتستس. يقول سبيرماتوجينيسيس از كومبلكس بروسيس ذات انكلود بها بعض العمليات. اول شيء فورميشن اوف ذا اكروسوم، الاكروسوم اللي هو راس السبيرما هذا نسميه بالاكروسوم، which is covered half of the nuclear surface and contain enzyme that assists to penetration of the egg and its surrounding layer during fertilization. شو يقول؟ يقول أول شيء الأكروسوم اللي هو رأس مات السبيرما، خلينا نجي هنا هذا الأكروسوم شوفوا تمام، هذا الأكروسوم يكون بالبداية. وش يكون بعد؟ يقول which cover half of the nuclear surface، هذا الأكروسوم يغطي لي نص السيرفس مات الجسمه مات السبيرما نيوكليك، هذا كليته نيوكليك سيرفس، هذا كليته نيوكليك سيرفس. اوكي لكن الاكروسوم وين صاير؟ صاير هنا فقط بالمقدمه الاماميه، فيغطي النصف النيوكليك سيرفس. اوكي
هذه خلاص منعدها. وش يقول؟ يقول يحتوي على انزيمات بالكوت مالته، هذه الانزيمات تساعد لي السبيرما تخترق البيضة على مدة تلقحها. بعد يقول انه سربي كوندنسيشن اوف ذا نيوكليوس، يعني نلاحظ انه النيوكليوس اللي هي هذه، شوفوا هذه راح يصير بها كوندنسيشن هنا، تتراكم هنا بهاي المنطقة وتبقى هيك، شوف تتجمع بيها. هاي ثاني نقطة. ثالث نقطة formation of the neck middle base and tail، يعني شوف هسه اثناء راح يصير بها استطالة تكون لي الميدل بيس والتايل وتكون لي هذا الهيد، تمام. هاي صار شغلتين. بعد يقول shedding of the most of the cytoplasm as residual body that are phagocytes by the sertol cell. يقول بينما الأجزاء الأخرى اللي أنا ما أريدها، شوف هسه لو تلاحظ لي أنه هاي فقط راح تنمو وتصير مثل هاي، بينما هاي الكلاوات اللي منها ومنها هاي الزيادة بالحجم هذه كلها راح تتحول إلى residual body، عبارة عن أجسام باقية، وهذه الأجسام الباقية وين راح تاكلها؟ راح تاكلها السيرتول سيل. فالسيرتول صار بها كم وظيفة؟ خاف تجيك سيرتول سيل، وظيفتها تفرز لي الأندروجين بالنيك بروتين اللي يدخل لي التستوستيرون للداخل، وظيفتها فاجوسايتوسيس تاكل لي residual body of the sperm، وظيفتها تفرز لي فلويد باليومي على مود تتفاعل السبيرما من السيميوفرز توبيولز وين توديها للروتيتستس. فهذه هي السيرتول سيل. زين هسه اذا هنا العمليات خاف تجيك يعني تعداد. زين السبيرماتوجينيسيس اذا نقسمها على شكل فيزات، فشنو هاي الفيزات؟ اول شيء اللي هو الجولجي فيز، يعني بي ظاهر اكو جسم كولجي. انتم تعرفون انه ترى السبيرما او حتى السبيرماتيد هي عباره عن خليه، والخليه تحتوي على كل شيء وكلاشي، ايش اسمه، شبكه اندوبلازميه، اجسام كولجي الى اخره، يعني الى اخره من هاي البارتات او الاستراكشرات. بينما اذا انقسم الى فيزات، فاول فيز اللي هو الكولجي فيس، معناها انه الكولجي فيس هو اللي يكون اكثر بروزا بهاي الخليه، وهو اللي راح يشتغل يعمل على بناء بروتينات، يعمل على بناء كوت على مود يغطي يسوي الاكروسوم الى اخره. زين كلها على جولجي. وراها بالفيز الثاني اللي هو نسميه بالاكروسومال فيز، معناه يبدي الاكروسوم يبدي يظهر، اللي هو قلنا يغطي الجزء او السيرفس الامامي، البارت الاول من السيرفس مات النيوكليوس. والفيز الثالث اللي هو يصير بالماتشوريشن، اللي هو مثل ما لاحظ هذا ماتشوريشن، فهسه جولجي فيز، اكروسومال فيز، بالاضافه الى ذلك الى الماتشوريشن فيز. هذا نفس الصوره اللي من الساعه شرحنا عليها، يعني ما بيها شيء. بعد هنا هذا همنا نفسيته، هذه ناس سكس كورد اند سيميفرس توبولز، شلون علمتكم عليها؟ ما بيها شيء. يقول بالمان سبيرماتوجينيسيس تيك اباوت 70 دايز، يعني كل سبيرماتوجينيسيس وحده تاخذ من عنده 70 يوم، بس مو معناها كل 70 يوم يلا الشخص يقدر يكون سبيرمات، لا. هو احنا ايش كم سيميفرس توبولز عندي؟ عندي مو قلنا من 250 الى 700 الى 750 سيميفرس توبولز، تمام؟ كل واحد من عندهم ياخذ 70، بس مثلا الاول أول واحد اليوم بلش، تمام؟ وبعد 70 يوم يلا يخلص. ثاني واحد مو اليوم بلش، لا نبلش قبل مثلا 69 يوم وباشر راح ينطيني سبيرمات. ثالث واحد نبلش مثلا قبل 50 يوم، بعد 20 يوم على مو يعطيني سبيرمات. رابع واحد مثلا نبلش قبل 68 يوم، تمام؟ فعقب باشر راح ينطيني سبيرمات. واحد من عندهم نبلش قبل 70 يوم، اليوم راح ينطيني سبيرمات. فموعد البدء مال كل واحد من ذني سمي فرصة يوصل هنا من 250 إلى 750، هذني راح يكون مبدأ بداية التكوين مالتهم تختلف، فينطني السبيرمات بشكل مستمر. أوكي، فيقول a new group of a spermatogonia arise every 16 days، كل جروب من الـ a spermatogonia تطلع لي خلال 16 يوم، تمام. زين يقول احنا مو مقسمة على شكل جروبات، فهو كل جروب خلال 16 يوم يطلع سبيرماتوجونيا جديدة وتبدأ عملية سبيرماتوجينيسيس جديدة. يقول so four spermatogenic processes are going simultaneously. If this happened over the whole testis at the same time sperm would be produced only intermittently. شو يقول؟ يقول انه لذلك كل اربعة spermatogenic process، يعني كل عملية مثلا أربع مرات أو عملية سبرماتوجينيسيس تصير أربع مرات بنفس الوقت، are going يعني تتحفز بنفس الوقت، كل أربع عمليات تكوين سبرمات تتحفز بنفس الوقت. أوكي، if this happened over the whole testis، هذا إذا صار على كل التستس، at the same time sperm would be produced only intermittently. بهاي الحالة إيش راح يصير؟ راح يصير إفراز السبرمات بشكل متقطع، تمام؟
يعني كل أربعة يبدأن سوا وينتهن سوا، وأربعة غيرهن يبدأن سوا وينتهن سوا. أوكي، فأول أربعة بدأن هسه وينتهن بعد 70 يوم. قبلهن الأربعة اللي قبلهن لا بدأن قبلهن مثلا صارهن 69 يوم من بدأن، فباشر راح يطلن سبيرمات. أربعة غيرهن صارهن مثلا 50 يوم يلا بدأن من بدأن، فبعد 20 يوم يطلن سبيرمات. فهيجي لذلك تعتبر عملية، خاف تجيك سؤال ليش تعتبر عملية reproduction of the spermat هي continuous. تمام، شو تقول؟ تقول because different section along the length of the tubule began the process at different time. لأنه كل سمنفرصة tubules يبدأ بعملية تكوين spermatogenesis بوقت يختلف. تمام، ممكن نفس ممكن هن يبدأ نفس السوى، نفس السوى شنو؟ نفس الوقت، حد على مود ينتهي نفس الوقت. تمام، لا كل واحدة تبدي بوقت يختلف عن الثانية، لذلك تكون continuously. So some part is always releasing sperm. A spermatogenic wave of reproduction sweep along the length of the tubule. لذلك تكون spermatogenesis من تطلع على شكل موجات wave. تمام، كل شوية خلصت سيمينفرصة tubules واحدة وانطتني spermات، طتني على شكل موجة، لذلك تكون متقطعة intermittently. أوكي، بهذا الشكل. زين، نجي للسبرماتوجينيك سايكل والسبرماتوجينيك ويفز. السايكل معناها هي الدورة، أنه من البداية لحد ما تنتهي. تمام، من أول ما حفزنا التايب أي لحد ما أنا طلعت السبرماتيدات، هاي سايكل. الويف هي عملية الخروج، أنه أنا خلصت شغلي بداخل المصنع وذبيت الإنتاجات باليوم، هذه هي الويف. فش قايل هنا؟ سبرماتوجينيك سايكل جينيك the development of the egg when سبرماتوجوني، هذا سبرماتوجوني تتطور ديفلوبت مات اللي راح ينطيني 256 سبرما. تمام، هو هذا السايكل. شو يقول؟ the amount of time، هو وقت الوقت المتطلب، مقدار الوقت it takes for reappearance of the same stage of the cycle within a given segment of the tubules. هو الوقت، مقدار الوقت اللي تاخذه عملية ظهور أو تكرر الظهور reappearance. تمام، of the same stage of the cycle، نفس الستيج، نفس هاي السيجمنت. تمام، اللي موجودة بالتوبيول. يعني شلون؟ يعني أنا هسا عندي هذا تيوب هذا، وهنا عندي مصنع، وهنا عندي مصنع، وهنا عندي مصنع، وهنا عندي مصنع. كل واحدة من ذن المصانع شبيهم تجلس بيرمات، وين تذبهن؟ باليوم تذبهن، باليوم باليوم باليوم. أوكي، السايكل شنو هو؟ السايكل هي عملية انه هاي العمليه كلها تخلص اوكي للاخير وتعيد من جديد، هي هاي السايكل. لذلك يقول لك ريابيرنس، يعني هي الفتره اللي لازمه الاماونت اوف ذا تايم اللي لازم يصير بي ريابيرنس اوف ذا سيم ستيج اوف ذا سايكل، يعني يصير بي ظهور او اعاده ظهور لنفس المكان. يعني واضحه الفكره هسه؟ وضحت شنو اللي اريد اوصله اني؟ تمام، يعني هسه صار عندي ابييرنس هنا، ظهرت عندي السبيرمات، مره ثانيه هم تبدي السايكل لحد ما يصير بها ري ابييرنس، هم مره ثانيه تظهر عندي السبيرمات مالاتها، هي هاي السايكل. هيك زين، السبيرماتوجينيك ويف شنو معناها؟ معناها صار مو عندي سايكل، العفو، عندي تيوب، وهذا تيوب بمصانع لان الخلايا اللي يصنع لي. اوكي، مثل ما اخذنا من الساعه. زين، هاي الخلايا اللي تصنع لي شبيهه، مو كليتين تنشطن بنفس الوقت، مثلا هاي وهاي نفس الوقت. زين، هاي وهاي نفس الوقت تنشطن. فهنا شو يقول انه different part of the tubule began the spermatogenic cycle at the different time، كل واحدة من عندهن تمام تبدي بوقت مختلف. زين، لذلك انه the production of the sperm is constant، يبقى ثابت. يعني ذني ام الورديات خلصن مخلصن ذبن افرازاتهن، وراها ما صار اكو توقف، لا وراها مثلا وراها بيوم الزرق ذبن افرازاتها. تمام، والورديات انعادن من جديد، وهكذا يعني باستمرار على شكل ويفات. زين، شو يقول؟ يقول اذا تعريفها شنو هي؟ الديستانس، مسافه اون ذا تيوب تمام بتوين بار ذات ار ان ذا سيم ستيج، يعني هاي الورديه من سيم ستيج وهذا من سيم ستيج، المسافه بيناتهم شقد؟ اللي هي هاي. يقول ديستانس بتوين بارت that are in the same stage، هي المسافة اللي بيناتهن، is the spermatogenetic wave. لأن ذني هنا بيا يوم يطلع مثلا باشر يطلع لي الإفرازات مالتهن، فبنفس الوقت راح تطلع لي الإفرازات مالها، تطلع لي الإفرازات مالتها، فصار على شكل شلون الدفعة، شلون النفخة هيجي، فعلى شكل wave. وراها ورا فترة يطلع عن ذني سوية، وهكذا.
زين، فهذا هو التعريف مالته ببساطة. هذا الرسم هم يوضح لي يعني تقريبا نفس الكلام اللي حشيناه تايب اي وتايب بي والاخره. هسه نجي لمن السيرتولس يلا، بما معناه نجي للبارت الانواع مال السيلز اللي موجوده في التيسس. اول شيء السيرتولسر اللي هو اسوشيتد وذ السيمينيفرس تيوبولس، وين موجوده؟ بالسيمينيفرس تيوبولس بالداخل. هي اصلا منين تتكون لي يعني السيمينيفرس تيوبولس؟ هو السيمينيفرس تيوبولس منين جايني؟ تذكرون من البارت الاول قلت باللكشر الاول قلت لكم انه السيمينيفرس تيوبولس هو اصلا من السيكس كورد، والسيكس كورد تحول الى ميدلري كورد، والميدلري كورد بعدين صار سيمينيفرس تيوبولس، والسيمينيفرس تيوبولس انطاني خلايا سيرتولس يلا. تمام، فاذا هو اصلها ابيثيليا، لانه اصلا السيمينيفرس تيوبولس اصلها ابيثيليا. اوكي، فيقول السبرماتوزوا سبورت، السبرماتوزوا تنطي سبورت لان قلنا راح تعطيني خلايا، والخلايا هاي راح تخلي تسبح وياكل الريسيجوال بادي. تمام، والى اخره. ونيوتروشين اند ديفلوبمنت، زين هذه الوظيفه مالته. يقول بينما ليديك سيل او نسميه بالانترستيشال سيل، هاي من تطلع تطلع من انترستيشيوم، انترستيشيوم من الميزا هو اصلا ميزوثيليوم، فاذا هذه ميزوثيليا هاي تعطيني شنو هو تعطيني التستوستيرون العفو. تمام، بعد شنو هو يقول the tubules are separated from the surrounding interstitial tissue by the blood tissue barrier. هذا البارير اللي قلت لكم عليه، اذا تذكرون انه وين 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 وين، هذا هيك البارير، هذا البارير. شوفوا ليش، شنو السبب انه تنفصل بارير عن بعضها البعض؟ هذا هو البارير اذا تلاحظونه. شوفوا اكو فد حاجز يفصل لي، العفو هذا اتصال، وين راحت؟ هذا اتصال زين اللي هو رقم 8. شوف هاي تايد جانكشن، اكو تايد جانكشن اللي هو بلاد تيستس بارير، هذا يمنع لي اكو يمنع لي يعني شو مثل ما نقول يحفظ لي اياها من الانترستيشن اللي هو هذا الانترستيشن زين اللي هو المنطقه البيضاء. ليش؟ لانه انا خو ما اخلي شكو يوكوسايت تجي، شكو انتي بودي يدخل لي، شكو انتيجين يدخل لي لهاي المنطقه. منطقه التيستس هي منطقه كلش مهمه بالجسم على مود استمرار النسل، لذلك أنا إذا تدخل بها أي أنتيبادي أي كذا أي باثوجين أي شغلة، خصوصا الأنتيبادي راح يصير بها رياكشن، راح يصير بها تفاعلات يعني كيميائية وكذا وتتدمر تيسس. تمام، لذلك شنو هاي الحالة على مود تمنع لي شكو أنتيبادي يدخل، شكو شيء يثير للأميون سيستم تمنع لي أنه يدخل، لذلك تكون محاطة ببلاد بارير. زين، هسه بعد during copulation يعني أثناء intercourse contraction of the vas deferens swab sperm to the mix it with the other component semen. هاي معناه شو يقولك؟ يقولك أنه يابا أثناء ال copulation إيش راح يصير؟ راح يصير تقلص بالvas deferens، راح يتفاعل السبرمات المن يتفاعل إياها باتجاه السيمينار فيزيكال. السيمينار فيزيكال راح تفرز فرازات اللي تشكل تقريبا 60%، والبروستات يورثرا هم راح البروستات كمان راح تفرز لي فرازات اللي تشكل تقريبا 20%. البولبو يورثرا جلاند راح تشتغل همينة على مود ترطب لي اليورثر، اليورثرا همينة كذلك، فبالتالي تكون عندي السمن. تمام، هذا السمن بهاي المنطقة سميه بالإيميجين. إذا تعريف الإيميجين هو عبارة عن انتقال السائل المنوي من الفاز ديفرنس ومن السيمينيفرس تيوبولز المن للقناة القاذفة يمن إيجاكولاتوري داكت، بفعل من؟ بفعل السيمباثيتك نيرفس سيستم، بفعل السيمباثيتك نيرفس سيستم. يعني هي عملية ما قبل الإيجاكوليشن. الإيميجين هو عملية تقلص الفاز ديفرنس على مود أدفع السبيرمات باتجاه السيمينار فيزيكال، وأجمع فرازات السيمينار فيزيكال والبروستات مع بعضها البعض. هذه كليتها يسميها شنو؟ الإيميجين، اللي هي عملية تعتمد على السيمباثيك سيستم وتقلص الفاز ديفرنس وتكون ما قبل الإيجاكوليشن. The semen is ejaculated into the female. Semen راح وين يروح للفيميل؟ اوكي. Typical ejaculate تكون 3 تقريبا 3 5 ملي تقريبا او 2 ملي 4 ملي هيك الى اخره. تحتوي على 350 مليون سبيرما. يعني شنو هو؟ يعني نقدر نقول انه كل 1 ملي يحتوي على 2 مليون تقريبا. 2 مليون، 2 ملي تحتوي على 4 مليون، 3 مليون ونص شيء كل ملي. فكل من تقريبا 2 مليون وحده او 1.5 مليون من السبرمات. زين، يقول هاف ا ماكروسكوبيك اند مايكروسكوب بارنترز لاي وذين ذا ريفرنس فاليو اوف دبليو او اتش. هذه مات الماكروسكوبيك اند مايكروسكوبيك راح ناخذها بالكايتس اللي هو بالسيشن السابع. الماكروسكوبيك اند مايكروسكوبيك اوف ذا سبرمات، مثلا الماكروسكوبيك اللي مثل اللون مالته، الفيسكوسيتي مالته الى اخره. زين، المايكروسكوبك اللي هي الشغلات الداخلية مثلا شكلها، المورفولوجي، الكونستريشن اللي هو التركيز مالته والى اخره.
زين يقول fewer than 50 will reach the site of the fertilization. يقول هاي السبرماتي تدخلت لي شقد 350 مليون من رجقد هاي ممكن توصل للسبرما، لا يوصل اكثر شيء 50 وحده، وين ال 50 هم ممكن هنا يلقح بس وحده اوكي، وين تلقح بالامبوله اوف ذا يوتراين تيوب يصير هناك تلقيح سايت اوف ذا فيرتلايزيشن. زين هذه خلصنا.